شركة الليفانسون هي من إحدى الشركات الكبرى الموجودة في إسطنبول والمعروفة بصناعة الفرو والجلد. أكيد مختلف أنواع الفرو والجلد موجودة كصناعة هون بقلب المصنع. هلأ نحن موجودين بقسم المينك. طبعاً نحن فينا نحكي أنه الجلد المينكي هو معروف باللهجة العربية هي النمس. اللون الأصلي هو أسود وبيجي لونه بيج، بالإضافة إلى ألوان أخرى كتير مميزة كمان اللي هي مثل الروز، البيربل، الأخضر الفاتح لا تعطي رونق. أكيد في مختلف الديزاينات، في قصير، في طويل، في الكم من هون. موجود بهذا القسم مختلف التصاميم بالإضافة إلى مختلف الألوان. هذا الفرو اسمه المينك، ما يسمى باللغة العربية النمس. طبعاً اللون الأصلي تعوله هو بيجي اللون الأسود واللون البيج، وفي ألوان تانية كمان فريدة من نوعها مثل اللون الزهري، لون الموف، لون الأخضر والأبيض. يعني في كتير تصاميم، في كتير ألوان بالإضافة للقسم هيدا. فرو النمس موجودة بألوان هادية كلاسيكية، وكل ديزاين عنا هي كل تصميم يختلف عن التصميم الثاني. علماً أنه نحن لنحصل على هذا الفرو نحن بيتعرض لمراحل كتيرة بالتصنيع، من التعقيم لدرجة حرارة سخنة لنوصل لهيدا النتيجة يتصنع بروفيشناليزم. غير هيك نحن لنحافظ عليه لمدة أطول، نحن بيتم الاحتفاظ فيه بدرجة حرارة باردة. غير هيك عندنا هذا الفرق فرو النمس هو أوريجينال طبيعي 100%. شنشلة أنا عم فرو، وهذا موجود علي الشال وبيتبكل من هون عشان ما يوقع علينا نحن وعم نتحرك. في الموديلات الكتير عنا الباست اللي بتجي هو بلكم، هذا اللون الطبيعي لقاله للشنشلة، بالإضافة لألوان أخرى، موديلات أخرى، ألوان أخرى لكل لون، الأخضر، الأحمر، الأزرق، الزهري. عندكم هون موديل تاني بيجي قصير أقصر من هذا اللي تحت، اللون الطبيعي بالإضافة لألوان أخرى. هيدي تشكيلة من الموديلات موجودة عندنا بقسم الشنشلة. الشنشلة طبيعي 100%. فرو الشنشلة هو أنعم فرو بالعالم وعليه طلب كتير كبير. هذه الجاكيت اللي أنا لابستها هيدا اللون الأصلي والحقيقي تعول حيوان الشنشلة. مثلاً هيدي القطعة اللي أنا لابستها بتتألف من 40 حيوان، كل قطعة تعبر عن حيوان واحد. بالإضافة نحن بيوجد عنا تصاميم كتيرة، موديلات كتيرة، وألوان كتيرة. طبعاً كل الموديلات اللي نحن شفناها بكافة أشكال أو تصاميم أو ألوانها كلهم مكفولين لمدة سنتين. شو بتشمل الكفالة؟ بتشمل الكفالة إذا بحال القطعة ما لبست ونحن بدنا نستبدلها بقطعة تانية، نحن بنقدر نستبدلها. طبعاً ممنوع نطلس عليها برفيوم، ريحة أو أي نوع من العطور. غير هيك إذا صار في للقطعة أي عطل نحن بتم تصليحها أو تبديلها. غير هيك نحن عنا خدمة التوصيل من المطار والأوتيل للمعرض عنا، ونرجعكم نرجع بعدين على الأوتيل أو المصنع.